انا اليوم ال 20% ما بقدر ارفعها ل 25%، لكن تيجي تخليني اخفضها ل 5%، هذه هون المأساة. النقطة الثانية معاليك، اليوم اغلب الدول يعني بتحط معيقات على المستوردات لها من اي دول، واحنا علينا هذا الشيء سواء مع دول عربية او دول اجنبية. لما بتفرض عليك خصوم بطريقة او باخرى، لما يكون في عندك فريق ثالث للتفتيش على منتجاتك، هذا بيرفع من كلفنا في هذه الدول وبنفقد اسواقنا وبنفقد التنافسية في هذه الدول. احنا هذه مش قادرين نطبقها، بقول لك بحجة المعاملة، بحجة الاتفاقيات اللي بيننا وبين الدول. وبنفس الوقت كمان زي ما تفضل هنا ابو عبيد، اللي هي رديات الصادرات، اللي دائما تفضل معالي الاخ عاكف انه نتيجه الاتفاقيات والى اخره تم الغاء الرديه 3%. انا ليش بلتزم قاعد بالاتفاقيات والطرف الاخر ما بلتزم بهذه الاتفاقيات اللي قاعده بتصير؟ النقطه الاهم عليك اللي ممكن احنا نروح الدوله لما بدها تخفض اليوم، بدها تخفض الرسوم الجمركيه بحجه اللي هو زيادة الإيرادات الجمركية لما تفرض نسبة معينة على أصناف مفروضة وغير مفروضة. اليوم إحنا في عنا اللي هي ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات، أنا حكيت لأخوي أبو حيدر، أنا حكيت على موضوع ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات اليوم إحنا في عنا تشوه فيها، وفي أكثر من دراسة صدرت، وأيام ما كنت أنت معاليك نائب رئيس وزراء، معاليك ضريبة المبيعات اليوم هي 16%، وإحنا عارفين إنه في عنا تهريب وبدنا نقضي على التهريب الموجود. كلفة التهرب من 16% بتكلف المتهرب من 5 إلى 6% على 16% عشان يتهرب منها، فهو بيدفع كلفة عليها، وهذه ضايعة على خزينة الدولة وعلى حق الدولة. أنا اليوم لما أجي أخفض ضريبة المبيعات، أخفضها من 16% ل 10%، كلفة التهرب راح تكون نسبية تقريبا حوالي 7%. أنا أدفع 7% عشان أتهرب من 3%، أصبحت يعني ما لها جدوى. فانا اذا خفضت ضريبه المبيعات 10%، انا زدت ايرادات الدوله اللي قاعده تطمح لها الدوله، وبنفس الوقت نشطت السوق الداخلي وعملت على تقويه القدره الشرائيه عند المواطن، وخفضت الاسعار بفرق 6% تبع ضريبه المبيعات. فهي منظومه واحده ما بين الجمارك وما بين الضريبه. اذا اخذت بهذا المنطلق، هذه راح يكون فيها حل للدوله اللي هي بتطلع عليها، وهذه هي يعني نقطة رئيسية أرجو أنها تؤخذ بعين الاعتبار وتكون في توصيات اللجنة، اللي هي تخفيض ضريبة المبيعات لإزالة أي تشوه ضريبي والحد من التهريب الضريبي.